قصة حدث اليوم تتحدث عن ماذا بعد اغتيال هنية. طبعا مشاهدينا باليوم 92 من العدوان على قطاع غزة أعلنت حركة حماس في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وأيضا بعدها خبر استشهاد إسماعيل الغول، هو مراسل صحيفة لقناة الجزيرة، وأيضا رامي الريفي في قطاع غزة. نلاحظ حماس تعلن اغتيال إسماعيل هنية في إيران. أعلنت حركة حماس عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، مما عزز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان. مشاهدينا، وبعد دخول الحرب على قطاع غزة واستمرار المجازر على قطاع غزة واغتيال إسماعيل هنية، أيضا تم أمر الإمام الخامنئي بضرب إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاث مسؤولين إيرانيين مطلعين إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر أيضا بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في طهران. أيضا نقلت واشنطن بوست عن مسؤول في البنتاغون إن الولايات المتحدة أيضا حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط. بعد واشنطن في بوست أمريكي، أمريكا حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، هو القائد العسكري في حزب الله. حشدت الولايات المتحدة الأمريكية 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، حسب ما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الخميس 1 أغسطس آب من 2024. مشاهدينا، أيضا اليوم الخميس تعلن قيادة حركة حماس عن اغتيال القائد في قيادة كتائب القسام محمد الضيف بعد أن استهدفوه قبل أسبوعين في غارة. وأعلن أحد القادة أن الاغتيال اللي يحصل بأي قادة من قواتها هو يخص قيادة الكتائب والحركة، كما ذكر الرشق أنه ما لم تعلن قيادة حماس أي تفاصيل بشأن مقتل أي من قادتها فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المتداولة.